إحدى الأخوات بعثت تسأل تقول ها فدال تسأل وتقول ما حكم التسبيح بالسبحة، لا سيما وأنها تساعد على الذكر إن شاء الله تعالى، وخاصة في الأذكار العددية مثل قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لا بأس باستعمال السبحة لضبط عدد التسبيح والذكر، ولكن استعمال الأصابع أفضل، استعمال الأصابع أفضل من استعمال السبحة، لأن الأصابع أعضاء ومستنطقات، وفي استعمالها في ذكر الله عز وجل استعمال لها في العبادة. أما إذا كان يعتقد في السبحة أن فيها فضلا فهذا لا يجوز، لأن السبحة ليس فيها فضيلة، وإنما يباح استعمالها لعد الذكر وعد التسبيح باب الإباحة وليس فيها فضل. نعم.